ده في تشامبر، انا عايز ازازه يستحسن تكون عاليه والان لاين ده الكابلة الدايمتر بتاعه يكون واسع عشان ينزل لي كميه فلويد عاليه. طيب ماشي، طيب ده عشان بس المحاضره. طب ما يخلص بس هات كده. ازازه عاليه تجيب مي بريشر هنا حطها فين؟ اند ذا اندر دايمتر اوف ذا دي تيوبينج تو بي لارج. طب استنى بس ما يخلص. الناحيه الثانيه الدرين سيستم اللي هو ده از كنترول باي ذيس بريستاتيك بامب. المفروض عشان الفلو يبقى ماشي صح يبقى ماشي بالبريشر العالي البريشر الواطي. فالبريشر العالي بتاع الازازه الانتيوب تشامبر اقل شويه بعدين يطلع على بره على النيجاتيف بريشر. ايه الفرق بين الاسبيريشن فلو ريت والفاكيوم؟ السؤال ده دايما بيحيرني ما اعتقدش الاجابه عنده قاسيه خالص. الاجابه سهله جدا. انت دلوقتي دي رولرز او بينز بتلف بتعمل ميلكينج للتيوب بتاعت الاسبيريشن فلويد. التيوب دي بيعملها ملكي فبيسحب الفلويد من بره. هما كلمتين لو التيب دي مفتوحه وانت شايل رجلك من على الفوت سويتش خالص استجنى مفيش حاجه بتحصل خالص. زي ما تخش بالفوت سويتش من غير اي حاجه مفيش حاجه بتتحرك للتيوب ستيبل. لكن اول ما تحط رجلك على الفوت سويتش اثنين ويبتدي الترومبه دي تلف ده اسمه فلويد. والتيب اوبن ده اسمه فلوريد. الفلوريد ده بيلف بيطلع اماونت اوف فلويد. اسبريشن فلوريد از ان اماونت اوف فلويد اللي طالع. الاماونت اوف فلويد اوف ذا ان اوكلودد تيب ده اسمه اسبريشن فلوريد. يطلع بكميه بقى كل ما تزود رجلك واللفه دي تزيد كميه الفلويد تطلع اكتر. عايز تعمل فلوريد عادي تزود سرعتها اكتر. اللي طالع هنا از ان اماونت اوف فلويد اماونت فلويد. لكن الفرق الجذري لو التيب دي تسدد التيب اللي هي هنا دي تسدد ودي لسه بتلف ايه اللي هيحصل جوه؟ نيجاتيف بريشر. This is the vacuum. This is the basic difference between the flow rate and the vacuum. It's the same parameters. But when the tip is unoccluded, this is the flow rate. But when it is occluded, this is the vacuum. When it is occluded, I don't know. سبب فعلا هي خد العنترية و تمرير كتير وقت فات. طيب عادي جدا يبقى نقدر نرجع تاني الفلو ريت وان ذا تيب از ان اوكلودد وكل الفلو ريت يعتمد على سرعة البامب اند ذا ستاتيك بامب. But if the tip is occluded, you are creating a negative pressure. Now this is the vacuum. And definitely, 100% there is a very close relation between aspiration flow rate and the vacuum. There is a relation. ايه الريليشن دي يا دكتور اسماعيل؟ ان سرعة اللفة دي بتحدد aspiration flow rate. فلو انا معايا flow rate وات 20 مليلتر في الساعة في المينت فالترومبة دي بتلف بالراحة. لو دي بتتسدد ودي بتلف بالراحة الفاكيوم اللي هيتكون هنا هيتكون بهدوء ولا بسرعة؟ هيختلف غير لو دي بتلف بسرعه ار بي ام عالي جدا والتيب مسدوده بس بتلف بسرعه قوي. لما تلف بسرعه قوي الفاكيوم والجنريت اسرع النيجاتيف بريشر هيبقى اسرع وبالتالي في صله انهيرت مولوده بين الفاكيوم والفلوريت. فما ينفعش تحط البارامتر وانت مش فاهم هم شغالين مع بعض ازاي. ما تنساش الفاكيوم والفلوريت ار ذا سيم اتس ذا بامب سبيد بس ذيس از اوف ذا اوكلودد اند ذيس از اوف ذا ان اوكلودد تيب. في جود ريليشن من اسبيريشن فلو ريت اي شود اندرستاند. فاللي بيعلي الفلو ريت مش بيعلي الفلو ريت بس بيعلي الوقت اللي بيتكون فيه فاكيوم ونيجاتيف بريشر. فاينلي احنا هدفنا نبص على الانتيو تشامبر. انا عايز الانتيو تشامبر تبقى ستيبل فمش عاوز الاوت فلو يكون مفتوح قوي فمن الحكمه عشان نحافظ على الانتيو تشامبر الويلي والمتين والبريشر بتاعها كويس ان الدرينج سيستم ده يكون الكاليبر بتاعه واسع ولا ضيق. انا عايز احافظ على الانتيو تشامبر ويل فورم. ركزوا معايا ويل فورم. فالمفروض الدرينج سيستم هنا يبقى الانترنال دايمتر واسع ولا اضيق من على الاقل من الانفلو. المفروض يكون اضيق. انا عايز الداخل الانتيو تشامبر يكون مهول كميه الفلو اللي داخله ممكن تكمبنسيت فور اي بروبلم بتاعت الانتيو تشامبر وفي نفس الوقت عايز الدرينج بتاعي يكون ضيق. ولو بصيت على التيوبنج وانت بتركبها تلاقي بتاعت دي بتبقى اوسع وبتاعت الاوت فلو تلاقيها ماسكه نفسها وخيده. ولو بصيت على الترن دايمتر بتاعها هتلاقي ضيق جدا. But within limits definitely. ده دي بالنسبه لنقطه الفاكيوم اند اسبيريشن ريت.
ما تنساش احنا لما بنقفل على الدراجة حتة الفاكيوم تاني، لما بنقفل الكتف والاسبريشن فلويد لسه بيلف، ده بيعمل نيجاتيف بريشر هنا. لما يعمل نيجاتيف بريشر هنا كل نيجاتيف بريشر لما يكون اعلى الحاجه اللي بتتمسك هنا بتبقى ممسوكه ملزوقه لان في نيجاتيف بريشر. النيجاتيف بريشر اللي هاف ا فيري جود جريسب على اللي موجود على التيب اسمه هولدنج فورس، اسمه هولدنج فورس. فالهولدنج فورس از ناثينج بات ذا فاكيوم، هولدنج فورس ناثينج بات ذا فاكيوم. انا هي عندي شريط لطيف جدا عن الهولدنج فورس. انا برضه بسال الدكتور حسام، اي didn't support كل كلامي بافلام على قد ما اقدر. This is a very nice tape على الهولدنج فورس. I am trying to use a needle. انا عايز اجيب اللينس ماتر اللي هناك دي، مش راضيه تتمسك، بتقع. الحمد لله يا رب. وبعدين بقى مش هنخلص احنا الحكايه دي، الهولدنج فورس هنا ضعيفه قوي. فالحقيقه كل اللي عملته ان انا غيرت التيب، جبت تيب اكبر لان لارجر تيب هاز ا بيتر holding force. Look what happens. Look what happens and you appreciate what's the holding force. هتخش الوحش اللي دخل ده، ده وحش. وحش. بصوا يعمل ايه؟ يا ابني الكلام. ايه ده؟ الله الله. كله. بو 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 بو. خلاص. خلاص. holding force رهيبة. holding force. holding force. negative vacuum. الحاجة very well hold there. ما سابهاش. A very reliable holding force. الحاجة is very well maintained على الدم. الحالة التانية اللي شفت لها بيه فيوتي فورس خالص، في فلو ريت على حاجه بتيجي بس ما بتثبتش، ما بتثبتش ثابته على التيب. ذيس ذا هولدنج فورس. نيجي بعد كده لحاجه ثانيه اسمها الكومبلاينس. قد لا تبدو ذات معنى في الحته دي بس هتيجي معنى بعد بعد التو شوتس. الكومبلاينس تشينج ان فوليوم ان ريليشن تو بريشر، تشينج ان فوليوم ان ريليشن تو بريشر. ببساطه شديده جدا معلوماتنا الفيزيكس بتاعت الاعداديه، ان الهواء والفلويدز لما تحطهم تحت ضغط عالي او ضغط واطي، هو از كومبريسبل اند هو از نون كومبريسبل. والله الهواء ده ملعب، لما تضغطه ينضغط معاك ولما تديله سبيس زي ما عايزين تطلع زي فاكيوم. وبالتالي الهواء لما بيتغير حجمه حسب البريشر يعتبر اوف فيري هاي كومبلاينس، فيري هاي كومبلاينس، يجي معاك يجي يمين شمال. ولكن معلوماتنا الجسديه عن الفلويدز دي ار نون كومبريسبل. الفلويدز ار نون كومبريسبل. وده اللي بتشوفه في محطه البنزين لما يضغطوا الزيت من هنا لما بتطلع من الناحيه الثانيه. الفلويدز ار نون كومبريسبل. So they are of zero compliance. Zero compliance. Fluids are of zero compliance. طب ايه اللي احنا عايزينه في السيستم بتاع التيوبنج والفلويدز والكلام اللي شغال من جوه ده؟ احنا عايزين سيستم of low compliance. يعني في شركات تقول لك this is a low compliance system. Low compliance دي حاجه حلوه. مش انه حاجه نقطه، ده روعه. This is a low compliance system. ايه low compliance system؟ انك انت لما البروبيلرز تلف you are creating a negative pressure. Now we are having a low pressure, negative pressure. This will affect the volume الحاجات اللي فيها high compliance. لو الانابيب اللي احنا بنستخدمها متعقمه مره واثنين وثلاثه they are of very high compliance. تفك معاك وتشد وترخي والجهاز ما يعرفش يوصل للبارامترز خالص. ولازم من الحكمه استخدام الانابيب تكون of low compliance. Low compliance. يعني ما ينفعش تفضل ماسكه زي كده. مش تطبق وتتشد وتيجي معاك. هل الانابيب دي المفروض تكون اوف زيرو كومبلاينس؟ لا يمكن زيرو كومبلاينس. ركز ركز، انت مش فاهم ولا ايه؟ يعني ايه زيرو كومبلاينس؟ انا عايز لو كومبلاينس لان البروبيلرز دي بتلف على الانابيب بتعصرها، فلابد انها تكون بتسمع الكلام، ولازم تكون في شويه كومبلاينس. بس شو دي؟ الو كومبلاينس. لو هاي كومبلاينس هيديني في سيرج وهيديني حاجات غريبه جدا وهيخلي لك ديلي في الرايت تايم، الحاجات دي كلها تبقى وحشه. سو وي نيد الو كومبلاينس. Not a non-compliant system and not a very high compliant system. High compliant system عندنا typically going. اللي بتاعهم 500 مارك. آخر حاجة الرايس تايم. الرايس تايم وأنا مهتم جدا بموضوع الرايس تايم لأن كل الشركات بتعمل عليه شغل جامد جدا وأنا عايز أوضح لكم إيه واتس ذا رايس تايم. إيه الرايس تايم؟ التيب partial included then becomes total included. This is partial included that the green line is the preset vacuum. حضرتك حطيت الفاكيوم 200. او الفاكيوم 300 ده بريسيت فاليو. هنا بقت كومبليتلي اوكلودد علشان تصل للبريسيت فاكيوم ده. الترومبه دي بتقعد تلف 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 لغايه ما حضرتك توصل لمين؟ للبريسيت فاكيوم. عدد لفات الترومبه علشان توصلك للبريسيت فاكيوم بعد الكومبليت اوكلوجن دي بتتحكم في رايس تايم. لا انا ما فهمتش حاجه خالص، ما فهمتش حاجه خالص حضرتك والله. لا لا ليه ليه؟ أنا قصدي بعد دي ما تتسلم هنوصل
فاكيوم اللي انت عايزه بعد قد ايه؟ How fast we will reach the preset vacuum after having a complete occlusion. والله بعد ما تسد دي لو الترومبه دي بتلف بسرعه جدا يبقى هنوصل للفاكيوم بسرعه، يبقى الرايز تايم هنا ايه؟ قليل. ولو انا سديت دي والترومبه دي بتلف بالراحه خالص النيجاتيف بريشر هيطلع بالراحه خالص، على ما اوصل للبريسيت هياخد وقت طويل، وفي الحاله دي اسمه ايه؟ سلو رايز تايم، سلو رايز تايم، تمام؟ مين احسن يا ترى؟ مين احسن؟ لا طبعا ده ليه ميزه وده ليه ميزه، ولكن فور ذا بيجنرز ويد لايك تو هاف ا سلو رايز تايم. الاجهزه فيها سلو رايز تايم؟ طبعا يا استاذ، طبعا حضرتك فيها سلو رايز تايم، واللعب بتاع المكن كله اللي هو لما المكنه دي بتلف قبل ما توصل للبريسيت فاكيوم عشان ما تحصلكش كارثه، بيحصل الاتي، يعني قبل ما توصل للفاينل فاكيوم تقوم مره واحده ترومبه واقفه او تلف بالراحه، ده ان انت وصلت لاقصى رقم. مش بس كده، ده في شركات بتقول لك قبل ما نوصل للبريسيت فاكيوم تحب نقلل لك سرعه الترومبه ولا نزودها؟ لما يقلل سرعه الترومبه بيقلل الرايز تايم، ده بيسموه دايناميك رايز لو نيجاتيف، بيقلل سرعه الترومبه. ولو العكس قبل ما عايزني اسرع لك سرعه الترومبه وانت بتوصل للبريسيت زودها بسرعه جدا، وده اسمه بوزيتيف دايناميك رايز تايم، ده بيغير سرعه الترومبه قبل البريسيت. ده دي تحصل على كومبليت اوكلوجن. بالنسبه للبيجنرز جو فور هاي لونج رايز تايم اللي هو مين بقى فيه دايناميك رايز تايم ماينس دافيد انفينيتي موجود في السيجنتشر، ايوه موجود واسمه كيس، كلهم الشركات بتلعب في الحته دي وهي حته واضحه وعبيطه خالص. الترومبه لما تسد كامل السرعه في نفس المستوى ولا تسرع ولا تبطئ، اتس بيس اوف كيك، بس يقعدوا يسموها اسامي معربه عشان ما نفهمهاش، لكن والله بنفهم وحياه ربنا بنفهم ونحلل لهم ونطلع نطلع لهم عيوب كمان. This is the relation between the rise time. Beginners, please don't go for high rise time. Please go for low rise time. خلي الامور تمشي حنين معاك وانت في البدايه. انا هسرع شويه. فينتي ايه اللي بيحصل لما حضرتك ترفع رجلك فجاه تتخض او في كومبليت اوكلوجن؟ بيحصل الميتنج فينتي، يا اما تطلع مره تشيل رجلك او احيانا حد تشيل رجلك تقول في ناس ماتت ورا ناس ماسكه، شيل رجلك يلا شيل يا حمار شيل رجلك ما يعرفوش ويتش، انت واحد قاعد بتلبس ولسه بيجينر وقاعد وانت تشيل وانت شلت رجلك بيحصل فينتنج على طول، النيجاتيف بريشر ده يوتلايز فاور علشان اي حاجه ماسكه في التيب تفك، لان انت هافينج نيجاتيف بريشر انسايد ذا تيوب، اول ما تشيل رجلك بيحصل ايميديتلي ده ايميديتلي تفك، تقوم داخله فلويد او ياخد اير على التيوبز عشان تموت فوق، وكمان لو ما فكتش يستحسن في حاجه ثانيه اسمها ريفلكس، فديس هابنز ايميديتلي، بيبقى ده صوت تاني تلاقي المكان عمل في حاجتين ممكن يخشوا عشان تنيوترلايز اير او فلويد، ولكن من المعلوم ان اير از فيري هاي كومبلاينس بيتغير في الحجم، انما الفلود ما بيتغيرش في الحجم، يتغير في الشكل ديفورمبل بات نوت كومبريسبل، وبالتالي ما يغيرش في البريشر ولا اللعب جوه، وبالتالي عشان الفلود او زيرو كومبلاينس والهواء اوف لارج هاي كومبلاينس ماشين بتعتمد على ايرفن زباله اللي هي زي كويس بعدين ده مكان قديم، ولكن الماشينز محترمه سواء الانفينيتي او سيجنشر دي ار فلويد فانتر. اخر معلومه السيرج، انا عارف الدكتور عصام زي قاعد مني كده، بس يعني اخر معلومه السيرج لان انا هساله يا دكتور احمد دي على النتائج اللي انا عملتها. السيرج بعد الدنيا ما اتسدت هنا خالص والترومبه شغاله على اخرها والريتم شغال على الاخر والنيجاتيف بريشر عالي خالص، ومره واحده حصل وزي ما اتفقنا الفاكيوم اللي هو نادي بادو اسبيريشن فلوريت وكومبليت اوكلوجن، مره واحده الدنيا دي دخلت حصل ايمالسيفيكيشن، المنطقي ان كل في البوزيتيف بريشر يجاش تو ذا نيجاتيف بريشر، كل الاكيو تشامبر تخش على جوه، ده لو دخلت حاجات اكتر من اللازم الاكيو تشامبر هتبقى بالسيتنج او ممكن يحصل كولابس او لينكس او تيشو او بوزيتيف اكسود تي، وده اللي خطر جدا اسمه سيرج اللي هو بوست اكلوجن بعد الحكايه دي ده اللي حصل. انا بقى سؤالي ليكم بعد البرزنتيشن اللي انا قلتها هاو تو بريفنت سيرج، لان هو ده الغرض البيزك مطلوبه من الحضرات الموجودين في الاوضه دي. البوتل هاي تكون عاليه النيدل سايز رفيعه ولا واسعه اللي فيها الخروج؟
رفيعه رفيعه مايكرو نيدلز احسن من ماكرو نيدلز عشان تقلل الاوت فلو. وبالتالي تيوب ديامتر اوتر ديامتر يبقى بتقلينا الديامتر بتاع الان فلو ايه وبتاع الاوت فلو ايه. الان فلو اللي نازل من فوق يكون واسع وبتاع الاوت فلو يكون ضيق. التيوب كومبلاينس لو كومبلاينس. التايب اوف فينتنج فلويد. تايب اوف بامب كريستاتيك اللي انا هجاوب عليه. طب انت ابتديت تشتغل وحصل عندك مشاكل. انت حصل عندك مشاكل. هرجع لورا اي بريف. ايه ده؟ كنت سيرش ارجع ورا. الازازه فين يا اولاد؟ راس العيان فين؟ ما ممكن ازازه عاليه بس راس العيان برضه عاليه. لا نزلوا راس العيان تحت ارجع لورا. لو سمحتوا زودوه نعمل ايه في الفلويد؟ لو في سيرش التروبه بتلف بسرعه. قلل 10. الفاكيوم قلل 50. البانل سيرجن كنترول ابص عليه تاني احسن يكون عامل حاجه غلط. المفروض يكون سيرجن. الرايس تايم اقول لهم لا لا الرايس تايم في ايه؟ في حاجه في حاجه. وعلى فكره حصلت حركات الخيانه اللي بتحصل كتير جدا. يعني انا ليه ميموري في كذا جهاز اخش الاقي فيه حد عايز يعمل فيها مقلب او مغير حاجه. الاقي الدنيا اتقلبت. مين الحمار اللي بوظ لي عمل لي رايس تايم مقلوب كده؟ فبتحصل كتير وبتبقى محل حد بيحبك قوي وعامل لك مطب جوه الشبكه. اخر حاجه في السيرج وانا بدعو الناس تاخد بالها منها. اوفر سايد انسيجز ليدز تو سيرج. يعني ما تكون السيج بتاعك واسع وفي ليك سام تايم بيقفله كل واحد. بعد كده بقى هنخش على الفيك ريمالسيفيكيشن. انا فاضل لي 10 دقايق. اي تشايلد هاز از اي كان الفيك ريمالسيفيكيشن. الفيك ريمالسيفيكيشن بيتكون من تو كومبوننت. ميكانيكال اللي هي الحكايه دي اسمها كومبريشن. كومبريشن ميكانيكال اللي هو جاك هامر ده الكومبريشن ستريس. وفي نفس الوقت بيعمل الحركه دي بتعمل فيري هاي زونز اوف هاي بريشر اند لو بريشر. الهاي بريشر حاجه بتتضغط واللو بريشر حاجه بتبقى نيجاتيف بريشر. وهو يرجع لورا بياخد الجاز اللي داخل من البي اس اس وبيحوله الى بابل بابل. وخدها في اللو بريشر خلاها بابل. بياخد البابل دي ذات نفسها ويقوم حاططها تحت اندر هاي بريشر تقوم عامله امبلوجن. الامبلوجن هو ده الكارثه. 7000 درجه حراره وتش ثيوريتيكال طبعا فيري هاي بريشر شوك ويف. دي شوك ويف بيسموها كافيتيشنال انرجي. الدكتور عساف دي كان قال لنا عليها مره اسمها شوك ويف. قبل ما ننتهي من النقطه البيس بتاعت الفيك وي هاف ذا فريكونسي اند ذا ستروك. الفريكونسي اللي هي التيب دي بتطلع وتنزل اللي هي فيك وتيب كام مره في الثانيه. الترا ساوند اكتر من 20. عشنا فتره الدكتور عساف تحت الوجن اسمه سونيك الترا ساوند وكانت حاجه زباله. الشركه ضحكت علينا واشتريناه وافتكرنا نوصل لحاجه. سونيك از ا بيج فان زيرو. الالترا ساوند يبتدي من 20 الى 60. على فكره ما ينفعش تزود الالترا ساوند قوي فيه. يقول لك طب ايه المانع 100؟ هيت هيت ذا ليميت از هيت جنريشن. تاني حاجه الستروك اللي هي التيب بتطلع كام مايكرون. بتطلع في معظم الاجهزه في حدود 90 مايكرون. 90 مايكرون ده اسمه ستروك. وبالمناسبه الستروك ده هو الباور. الباور البرسنتج لخروج الستروك هو الباور. يعني انت ما تقول هنشتغل 10% باور وانا بقول لك ده 90 مايكرون. يعني معنى كده الستروك بتخرج كام؟ 9 مايكرون. لما تقول انا عندي ستروك هول ستروك از 90 مايكرون. معنى كده لما اقول هشتغل 100% الترا ساوند معنى كده ان ستروك ال 90 مايكرون هتخرج كلها. ولازم حي السؤال اللي انا اتكسفت اساله بعد كده اني في الدكتوراه بقول له يعني ايه الباور اوف الترا ساوند؟ ما حدش جاوبني حتى هذه اللحظه. ايه يعني باور 100%؟ يعني يقول يعني شديده 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 فعلا. في ليميت على الستروك. في ليميت على الستروك. الستروك المفروض 90 مايكرون ده الماكسيمم. طلع اطول من كده هيت هيت هيت. ما ينفعش تجيب شديول بمسمار قد كده ويقعد يخبط ويرزق. هيت في ليميت هيت. دي طبعا من عيوب الالترا ساوند. تشاتر تشاتر الترا ساوند كتير. ريبالشن هو ده. This is what I mean by repulsion. This is what I mean by repulsion. This is what I mean by repulsion. ده حاجة بتحصل اوبريتيف معناها الالترا ساوند عالي شوية مش هو ده المطلوب الحقيقة. دي حالة الحقيقة مش حالة. حالات بتحصل ممكن يحصل وود بيرن. ده الالترا ساوند مش أحسن حاجة في الدنيا. ممكن يحصل شاتر اوبريتيفلي. ممكن يحصل وود بيرن اوبريتيفلي. وده المنظر السعيد اللي احنا مش عايزين نشوفه بعد العمليات. كونيا الجديدة. These are the main downsides of ultrasound. Heat generation and wound burn. Excess power during surgery. Chatter. And if you deliver more energy than then it gets a monster. Then this is the jackhammer. Mechanical compression.
compression force, and this is the gravitational energy generating shock waves. وهنا النقطة الأخيرة اللي هي ليها صلة بالموضوع ده، كان الدكتور عساف هو بيشرح لكم مرتبة الفيزيولوجي، التيب ده والتيب الشوك ويف نازلة لتحت مش ضاربة في أي مكان. وفي نفس الوقت الصورة اللي جنبها الشوك ويف جزء منها فلاش وجزء منها بيطلع، تلاقي العيان تاني يوم عنده كورنيال إديما وعنده أيرايتس، ما أنت الشوك ويفز قاعدة تفزع في أي حتة. ويا ريت بقى كمان الصورة الأخيرة دي آخر واحدة اللي هي مش دي، اللي هي الصورة الثالثة اللي أنا ببقى متضايق منها. التالتة اللي هي بالتالي بيضرب الالترا ساوند تاور، ما تضربش الالترا ساوند بدون لازمة. هتطلع الانكريانت موصولة وتخبط في الاير وترزع، ولذا كان في طلع مرة الكونسيبت اوف بيفل تاور. في والكونسيبت ده ليه لازال احترام شديد جدا، والدكتور بدران في اللايف سيرج اشتغل بيفل تاور، كان عاوز يوضح لنا الكلام ده، وكنت افضل تحضروا محطة البيزكس دي عشان تشوفوا ايه الفكرة بتاعت البيفل رايحة فين. يو هي از فيري انتليجنت، هيز دايركتنج البابل وين هاف ذا ماكسيم افكت ادوا الجيل الاسعد، لان طلعت الهوريزونتال او التورشنال حضرتك ده كومبريشن فورس كده، الشيرنج فورس اللي هي من فوق، الشيرنج فورس اللي هي زي عربيه نقل تقيله ماشيه على طريق فرملت، الفورس اللي بتعملها على الطريق ده از شيرنج فورس، اتس نوت ا بيركنديكولار فورس، اتس ا تانجنشال فورس. طبعا بوث وركس ميكانيكال، بس واحده كومبريشن واحده شيرنج، بوث ورك فيرسس كابيتيشنال. طبعا الالترا ساوند لونجيتيودنال اللي هو تشاك هامر قوي جدا، فمعاه شاتر محتاج فلويدكس عاليه جدا عكس التورش ده الهوريزونتال عالي كتير. لو بصينا على الفريكونسي هنا هتلاقوا حاجه مبهره واضحه جدا، هتلاقوا الانفينيتي فيرتيكال بتاعه 43 كيلو هرتز 85، على الرغم من الناحيه الثانيه الاليبس 40 في 40 الستروك لينس بس بتاعه قليل قوي. ولو بصيت على الانفينيتي هتلاقي 43 والستروك لينس بتاعه 90 مايكرون، على الناحيه الثانيه الاليبس اقل كتير 38 كيلو هرتز و6 مايكرون. لكن الفرق الجذري بين الشركتين مش ان انفينيتي شامبيون لقوه الفريكونسي والستروك، ان هاو ذيز موداليتيز ورك. الكول ما بتقدرش تشغل الاثنين دول مع بعض، بتشغل يا ده يا ده، فبتشغل ده ولما تلاقيه مش كفايه تقوم شغاله ده. الشركه الثانيه اللي هي سيجنتشر قررت انهم يعملوا بلاندنج، وعلى فكره الدكتور عساف نشر مقاله هاو ذيس بلاندنج اند وات اباوت، لان هو كان مشارك في الريسيرش بتاع اي ام او، وانا قريت المقاله دي وانا ساعات ببقى زي من الدكتور عساف. دول البلاندنج مع بعض بيشتغلوا طول الوقت مع بعض، فيو ار تيكينج بوث، تاخد الافرج من ده ومن ده، فما تفتكروش ان ده ضعيف. انا بالنسبه لي لا احسن، لكن بالنسبه لحد ثاني العكس ثاني احسن، فما تخدعكوش الارقام. طبعا دي الشرايط اللي نزاهه الشركات، انا مش بايز لشركه معينه، ده الفيرتيكال وبعد كده هيبان التورشنال، ومع الاسف دول ما بيشتغلوش غير مع كيرفد نيدلز. وبعدين على الناحيه الثانيه السيجنتشر اللي بيشتغل فيرتيكال اد هوريزونتال مش تورشنال، ولكن بيسكو بيشتغل مع ستريت او كيرفد نيدلز. وده تاني الفيرتيكال كده، ولكن اذا كان في حاجه نقراها بين السطور ان لا غنى عن اللونجيتيود ان الالترا ساوند لازال الماتش مور باورفول انرجي، ماتش مور باورفول انرجي. وده الهوريزونتال، وده الدكتور احمد عساف الحقيقه اللي كان ليه مشاركه في ان هو زود البرسنتج بتاع التورشنال، وقال لنا ان هم بيشتغلوا 1 تو 1، نصح الشركه انه يشتغل 1 تو 1، انه عكس اللي بيحصل من انفينيتي انفينيتي لما التورشنال يقف يطلب فيرتيكال، هنا قال الراشن السلسله بين الالترا ساوند والتورشنال والترانسفيرس والفيرتيكال شود بي 1 تو 1. ايه الغرض من باور موديوليشن؟ نحسن شويه الفراكشنيت، نقللها شويه. اول حاجه حصلت انها اتنقلت من بانل تو سيرجن تو لينير كنترول، يعني ده الكونتينيوس. وانا اللي انا شايفه الحقيقه ان كل اللي حصل في اللايف سيرجري كان كلهم شغالين كونتينيوس بس تورشنال، وده لينير، واللينير ده كان اختراع، يعني لما تكون تحط رجلك على الفوت سويتش والباور تعلق التدريج، ده كان اختراع. انا اتذكر ده كان سنه 94، لان كان زمان الالت ساوند كان يطلع كونتينيوس، انا مش عارف لو وصلت لكم الايام السوداء دي، كان طول الوقت الالت ساوند 100%، فكان بيجيب انابيب ثلج على العيان وعلى انابيب وعلى كل اللي واقفين ثلج، كان كل حراره غير عاديه. فلما طلعت بقى الناس في مؤتمر بيبوس بعض، وانا انت ناس كده كلهم
الحقيقه ده الشريط الحقيقه عمل الدكتور محمد جميل الوحيد الحقيقه عمل الشريط ده في اللايف سيرفري، وانا عجبت بيه جدا لان هو استخدم الاثنين مع بعض كونتينيوس وده بيدي انرجي عاليه لو هو فاهم الجهاز فيه ايه. فقال انا قدامي حاله هارد فاخدها شورت كات، اخد الباور بتاع الفيرتيكال واخد الهدوء بتاع التراديشنال التورشنال. بعد كده طلعت البالس ادفيرس. ايه البالس ادفيرس؟ ايه الهوسه دي؟ وهايبر بالس وحاجات الغريبه ستاتيك جاست بدل ما الالت ساوند شغاله طول الوقت هتبقى اون اند اوف، اون تايم اند اوف تايم. الاون تايم يخلي الالت ساوند يشتغل شويه بعدين اوف تايم. الالت ساوند اللي هو ايه زي ما قلنا انرجي ليد كابيتيشن فاسيفيكيشن وبعدين يدي يقف فلويدكس اسبيريشن كولينج اتراكشن. بعد كده انرجي تاني انرجي كابيتيشن هيتنج كاباسيفيكيشن خناقه ريفالشن وبعد كده تهدى تاني. قال لك التقسيم الدنيا الى ديوتي سايكلز اون اوف دي حاجه رائعه جدا. كل اللي هيبني بعد كده مبني على ان دي اسمها ديوتي سايكل. ديوتي سايكل واحده ليه من هنا ليه اللي هي اون اوف. الايشو بقى الاون دي هتبقى قد ايه والاون دي هتبقى والاون دي هتبقى قد ايه. هو ده الكلام. ابتدينا بالبالس وبعدين ورا البالس. البالس لينير الترا ساوند فيكس ديوتي سايكلز فاريبل تايم انستيد اوف 50%. مش فاهمين حاجه خالص. ثواني لينير باور يعني كل ما تنزل رجلك الباور تزيد. لينير باور فيكس ديوتي سايكل يعني الاون اوف ده 50 مايلي سكند يبقى اللي وراها 50 مللي سكند. اللي بعدها 50 مللي سكند ليه بقى دي اسمها ايه ساعتك؟ فيكس ديوتي سايكل. المفاجأة اللي حصلت في أيامكم ما كانتش في أيامين إحنا، أنا والدكتور عساف أول ما ابتدينا، إن الأون تايم بقى فاليو، يعني ديوتي سايكل بقى بدل كان زمان كان 50 50 دلوقتي زي ما أنت عارف. ديوتي سايكل مثلا سي 100 مللي سكند. فأنت تقول له أنا عايز 10 أون و90 أوف. بس هتبقى كل ديوتي سايكل اللي أنت قررتها كده 10 أون و90 أوف 10 أون. سو إتس جوينت تو بي أفيكس ديوتي سايكل طول الوقت 10 اون 90 اوف 10 اون 90 او عايز عايز ده اي بي نيوكليس بس عايز نيوكليس هارت عايز 85 اون و15 اوف بس كل ديوتي سايكلز ار جوينت تو بي ذا سيم. ذي از وات اي مين باي فيكس ديوتي سايكل اند فاريبل ذا فاريبل اون تايم. ذي از فاريبل ذي از ذا بالس ذي از ذا بالس. انا مش عايز صعب دومر عشان حساب ابتدى يبص لي وده البالس اهو ده البالس اهو. انا هنا بشتغل بالافريال مش شغالش دي مش عايز افريال. طيب مش هيبان الفرق صح. البيرس على الناحيه الثانيه از لينير الالت ساوند فاريبل ديوتي سايكل انكريزنج ديوتي سايكل اند فاريبل اوف تايم اوفر ذا فايف ذا فود بوزيشن 3. مش فاهمين حاجه خالص. هو البيرس ده لينير باور يعني كل ما تطلع الفود سويتش تحت الباور تزيد. دي از لينير باور. فاريبل ديوتي سايكل يعني الاون اهو والاوف ده طويل جدا بيوصل ثانيتين ونص لكن كل ما تنزل رجلك لتحت الاوف تايم يقعد يقصر. فيبقى الديوتي سايكل اون اوف دي مختلفه تماما عن الديوتي سايكل اون بلاك اون اوف. دي سبايا بالديوتي سايكل لكن ديكتاف الانكريزنج يعني الديوتي سايكل عاده تزيد بدل الاون بقى 1 على 10000 بقى قلنا 1% 1% تزيد 1 على 10 1 على 4 1 على 3 لغايه كان زمان ايميه. انا اول ما ابتديت كان اخر فوت سويتش اللي فاكر الدكتور احمد كان الفاز بيرست كان خليته كونتينيوس. دلوقتي الجديد ان بيرست بقى خليته فيكس فايل يقول لك لا خلاص هتفضل كده سيب سبيس بين كل واحده والثانيه. This is what I mean. واو لما تقرا الكلام ده انت بتدي ولايه تفهم. لينير باور لينير كنترول ذا باور اون تايم 70 ملي سكند يعني كل اون تايم هيبقى كام؟ كل اون تايم هيبقى 70. الفيكس اوف تايم لا مش دول الفيكس اوف تايم اللي هو فين؟ في الاخر خالص. لكن الاول ايه سنتين ونص سنتين يرجع كده وبعدين لغايه ما يوصل للاخر. انا عايز الشغاله دي يا دكتور احمد انا عايز اعمل فيه بقى وعايز الشغاله بتاعتي بقى اهي. انا عايز تبص على الاوف تايم بص على الاوف تايم شوف الاوف تايم فاريبل ازاي شايفين كام؟ شايفين مفيش رقم ثابت مفيش رقم ثابت شايفين الاوف تايم؟ مفيش رقم ثابت. This is what I mean by a variable duty cycle. الاوف تايم اهو طالع اهي. الاون تايم ستيبل على 100. انتوا شفتوها؟ This is what I mean by the burst. And finally انا عايزك تكون فهمتوا يعني ايه لينير الارت ساوند؟ Variable duty cycle يعني ايه variable اوف تايم؟ اخر انت بتحدده بنفسك and the final food position 3. And these are the final power modulation.
بالنسبه لكم يعني صوت اكيد، لان التورجنال ترانزيشن بكونتينيوس زي معظم الجراحين البرامد اللي اشتغلوا بمجرد فاشتغل بكونتينيوس مفيش مشكله. ولكن اف يو نيد هارد كاتراك زي الدكتور محمد جميل وحيد واثار نقطه وانا عجبتني كتير انا بشكره. وفي الاخر اصحصحكم قبل كده وكم باك لخص لكم الموضوع شويه صغير. ايميلي اعتقد يعني ايميلي من حضرتك الدكتور اسماعيل ان هو كلمه الفرق بين فولوابيلتي وولدابيلتي، الفرق بين الاسبيريشن ريت والفرق بين البيك ريت. الاسبيريشن ريت اللي هي بتقول عليه فولوابيلتي، يعني لما تضرب الجهاز بتاعك على اسبيريشن ريت كذا 50 سي سي او 30 سي سي بير مينت، بتتحكم في سرعه اليوكر فاجنس تيجي لك ناحيه الفكره دي قد ايه؟ تيجي لك بسرعه ولا تيجي لك ببطء؟ طبعا لو احنا بنتكلم بيزك او بيجنرز بنتكلم ان هي عايزينها تيجي بالراحه شويه صغيرين علشان مش عايزين نسوق العربيه بسرعه. فتيجي بالراحه، فبنتكلم على لو فلو ريت شويه صغيرين 25 سي سي بير مينت او 28 حاجه زي كده. لما تتسد الفينكوتيب، لما تتسد النيوكل فراجمنتس ستيل الترومبا اللي هي الدكتور اسماعيل قاعد يشرحها هي بتشتغل، بتعمل الفيكم وكميه الفيكم هي دي اللي بتحدد قد ايه النيوكل فراجمنت دي راشقه في الفينكوتيب او ماسكه في الفينكوتيب عشان الالترا ساوند بعد كده يعملها الماسكيشن. الاثنين بيعتمدوا على البريستاتيك بامب، دي رقم واحد. يبقى البريستاتيك بامب وهي شغاله من غير الفيكوتيب ما تتسد، ده اسمه فلوريت. اول ما تتسد يعمل لنا الفيكم على طول. الفرق ما بين البيرست والبالس اعتقد المفروض بيكون كتير بالنسبه لكم، ان هو البالس الترا ساوند كونتينوس حاجه بار طويل، هنقسمه بقى كده بالس. المسافه ما بين كل الترا ساوند والثانيه لما تكون ثابته ده كده بالس الترا ساوند. لما المسافه بتقل مع دوستي على الفوت بيريد، كل ما المسافه ما بين كل بالساي بتاع الترا ساوند واللي بعديها تقل شويه شويه، احنا كده بنتكلم على البيرست الترا ساوند. بس الحتتين دول حبيت ان هم يبقوا واضحين بالنسبه لك. على ما الدكتور عمرو يشرح، الدكتور عمرو معانا يشرح.